سيرة نجم، برنامج يروي سيرة ومسيرة نجوم الرياضة الليبية من مختلف الأندية والأجيال. اللاعب الدولي الكبير المدافع محمد إبراهيم العفاس يعد من أبرز وألمع نجوم الكرة الليبية في زمنها الجميل خلال السنوات الستينيات. لعب لفريق الأهلي ببنغازي سنوات طويلة بداية من مطلع الستينيات، وقدمه للملاعب صحبة العديد من نجوم تلك المرحلة المدرب القدير الحاج عبد العال العقيلي، الذي كان أول من بادر بإتاحة الفرصة للشباب للعب بالفريق الأول بمدينة بنغازي، وهو ينحدر من أسرة عريقة لها جذورها في الحركة الرياضية. لعب محمد العفاس في مركز الظهير الأيسر والمتوسط الدفاع، ولعب للفريق الأول بالنادي الأهلي في الموسم الرياضي 63، إلى جانب نجوم أمثال مصطفى المكي، الطاهر خواجة، إبراهيم كلفة، ومحمد الشريف، وبن سويد، وعلي بوعود، وتحصل مع فريقه الأهلي على بطولة الدوري في تلك السنة. كما تألق مع فريقه الأهلي في مبارياته الودية الدولية أمام أشهر الفرق الزائرة، أبرزها الأهلي والزمالك والإسماعيلي والترسانة من مصر وسيراييفو اليوغوسلافي وبنسيو البرازيلي، وحظي بإعجاب وثقة المدرب الإنجليزي تومسون الذي تولى تدريب الأهلي عام 1967 قادما من الإسماعيلي المصري، وقاد الأهلي فيما بعد لموسمين متتاليين. واختير للفريق الوطني عام 66 وأصبح أحد أبرز نجومه، وترأس الفريق الوطني سنوات عديدة، حيث منحه المدرب الإنجليزي كيت سبوركينغ شارة قيادة الفريق الوطني في أول ظهور متوسطي لمنتخبنا في دورة الألعاب البحر المتوسط عام 67 بتونس، حيث برز وقدم مباريات كبيرة أمام منتخبات تونس وتركيا وإسبانيا، كما حمل شارة قيادة المنتخب الوطني في مباراته أمام المنتخب الجزائري بالجزائر ضمن إياب تصفيات الألعاب الأولمبية مكسيكو 1968، حيث أسفر لقاء الذهاب الأول بطرابلس عن تعادل المنتخبين بهدف لهدف، فيما أسفر لقاء العودة بالجزائر عن فوز المنتخب الجزائري بهدفين لهدف، وكان قائدا للفريق بامتياز في وجود كوكبة ونخبة متميزة من النجوم الكبار أمثال بن سويد ودمس الصغير وعاشور الزروق وحسن السنوسي ومحمود الشهاني ونجل المعداني وعلي بوعود والهاشم البهلول. وتألق في مباراة منتخبنا الوطني أمام المنتخب الجزائري الثانية بالجزائر التي أقيمت تحت أنظار الرئيس الجزائري الراحل الهواري بومدين، كما برز بشكل لافت ضمن صفوف منتخبنا الوطني في دورات المعرض الدولية بطرابلس، وفي أول ظهور وتواجد لمنتخبنا الوطني في تصفيات بطولة أفريقيا أمام المنتخب المصري عام 1966، حيث أسفر لقاء الذهاب الأول بطرابلس عن تعادل المنتخبين بهدف لكل منهما، بينما أسفر لقاء الإياب بالقاهرة عن فوز المنتخب المصري بثلاثة أهداف لهدفين بعد أن كان منتخبنا متقدما بهدفين. عندما سافر للدراسة بالقاهرة تنافس عليه الأهلي والزمالك المصري من أجل تعزيز صفوفهما، لكن توقف الدوري المصري وقتها حال دون ذلك. اعتزل محمد العفاس اللعب والملاعب أواخر الستينيات وسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لغرض الدراسة، واستقر هناك وغادر ملاعبنا المحلية مبكرا في هدوء وهو في أوج وقمة تألقه ونجوميته وشهرته أواخر الستينيات.